التبليغ عن الحريق فور نشوبه وتجنب التواجد بالقرب من المساحات المشتعلة هي أولى الإجراءات التي وجب على المواطن اتخاذها لضمان سلامته. في ظل الحرائق بعدة مناطق عبر التراب الوطني، نرجو من المواطنين تبليغ عن اندلاع الحرائق في وقتها وتحديد الأماكن بالضبط لتسهيل تدخل الإسعافات. أما بالنسبة للإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في هذه الفترة وخلال اندلاع هذه الحرائق، تجنب التنقل إلا للضرورة خاصة باتجاه الأماكن التي تشهد حرائق. تدابير وقائية على المواطن الالتزام بها مع الحذر من استنشاق الدخان المنبعث من الحرائق لتفادي الاختناق. وإن ادعت الضرورة للتنقل لتجنب الاختناق بالدخان، يجب على المواطنين ارتداء كمامات أو قماش مبلل حتى يحميهم من تسرب الدخان الذي قد يسبب إلى الاختناق. هذا تبقى ضرورة الحيطة والحذر خلال هذه الفترة. نصائح من شأنها حماية المواطنين وتسهيل مهام المصالح المتداخلة للسيطرة على الحرائق بأقل قدر ممكن من الخسائر في الأرواح والثروات.